ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو ايه رايكم في المنظر اللي ورايا ده كده؟ حاجه جديده. كنا بنجهز لسيت اب جديد الفتره اللي فاتت، فعشان كده كنا موقفين الفيديوهات. وهنعرض لكم دلوقتي السيت اب المتواضع انا على الشاشه. الفيديو النهارده جاي نتكلم عن رد شادي سرور على اغنيه محمد رمضان فيروس. شادي سرور بدأ عايز يعمل ديس تراك على محمد رمضان. ليه يعني يا شادي؟ ليه انت ليه بتعمل كده؟ انا بصراحه مستغرب، يعني انت الحركات اللي بتعملها دي، يعني انت كنت من شويه عايز تنتحر، ف ما انتحرتش ليه بقى؟ يعتبر انا الوحيد اللي ما اتكلمتش عن حوار محمد رمضان وشادي سرور، ان كل يوم بيحصل حوارات كده غريبه على اليوتيوب، مقالب بسبب انه عايز يزيد مشتركين. طب ما هو انت لو عملت فيديوهات واستمريت على الفيديوهات هتجيب مشتركين، مش لازم كل الكلام الفاضي. يعني احنا هو مستمرين الحمد لله، بقالنا سنه على القناه دي اللي احنا شغالين عليها، 3000 مشترك، وجايبين الحمد لله لحد دلوقتي 3000 مشترك، وبنتعاون مع جلهم. بالنسبه لنا دول اصدقائنا، وبنلعب مع بعض ببجي، وبنعمل كل حاجه مع بعض، فدي بتبقى حاجه حلوه جدا. فهي المشكله في اللي انت مش تحاول يعني تشتم في حد او تهين في حد، يعني مش حوار انه بيشوف نفسه او حوار غرور ولا حاجه، لا هو مجرد اغنيه بس. يعني شادي سرور كان بيحذر محمد رمضان انه ما يعظمش في نفسه تاني. يعني ايه يا بلال ما يعظمش في نفسه تاني؟ هقول لك انا مش هو بيعظم في نفسه، اللي هو ازاي؟ اللي هو مثلا يقول لك انا مثلا انا الملك، ومثلا يقول لك انا مافيا مثلا نمبر 1، او يعني تلات اغاني قال لك اللي هو انا كل حاجه انا. فاللي هو بقى ايه، شادي سرور قال لك بص يا عم انا زهقت من الواد ده. تحس اللي هو يعني اللي هو مثلا مش مشهور، او اللي هو لا، ما هو اكيد يعني هو عايز يجيب نفس شهرته بالظبط. عايز يجيب الفانز بتوعه عنده، يعني اللي هم يعتبر الفانز كله بيفكر في كده، يعتبر فانز محمد رمضان اصلا كلهم. يعني لا ايوه صح جايين من مسلسلات، جايين من يعني قليل قوي اللي جاي من الاغاني، يعني اللي هم مثلا الناس اللي بتقعد على اليوتيوب بتسمع مثلا مهرجانات او اغاني، فعشان كده جايين من في شادي سرور كمان يعني حذر محمد رمضان وقال له احذر انا كابوسك. كابوس مين يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ انا مش عارف بصراحه. اول ما شفت الكلام ده هو مستني محمد رمضان يطلع يقول اي بوست عليه، او يطلع يعمل فيديو عليه، بحس انه يعدي 5 مليون. والله العظيم يعدي 5 مليون، بيعمل الحاجات دي فهي. يعني بيعمل حاجات غريبه. انا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده، بس اللي هو ايه، مش عايز افوت ترند وبتاع. فانا بصراحه وجهه نظري انا واخويا في الموضوع ده، اللي دلوقتي بقت موضه ايه؟ موضه الديستراكات، اللي انت تعمل ديستراك وتطلع تتريق على حد وتجيب مشاهدات وتجيب فلوس وتجيب فيوز. الكلام ده مش عاجبني الصراحه، مش عاجبني والكلام ده. يعني انت ممكن تعمل اغنيه مضحكه كوميديه مثلا، او اغنيه عاديه ليك، او اغنيه هادفه، او اي حاجه انت عاملها تتكلم عن حوار عام يعني، وتمثلها وكده وتظبط، لكن مش تطلع تشتم في حد عن شخص معين وتقعد عشان تجيب الناس كلها بتوعه وكده. هو انا بصراحه الموضوع ده بالنسبه لي حوار غريب بامانه يعني. وغير كل ده، ان بعد بقى ايه، انا قلت خلاص بقى ايه، شادي سرور مش هينزل اي حاجه على تويتر تاني، يعني مش هيتكلم مع محمد رمضان تاني. لقيته بيقول ايه تاني، نزل بوست تاني على التويتر، او بيقولوا عليها ايه، الكلام ده من ساعه تغريده باين، بيقولوا عليها تغريده، الكلام ده من ساعه. بنبص كده لقيت بيقول يا محمد رمضان باين انا حذرتك وانت ما اعرفش ايه، ما سمعتش الكلام باين. ايوه صح، ما سمعتش الكلام. بعدها راح قال لك فتمام بس كده. فاللي هو انت هتعمل ايه يعني؟ يدل على انه هو دلوقتي بعد ما كتب البوست ده او كتب التغريده دي، هيقوم يسجل دلوقتي على البرنامج ويعمل ديستاك عليه وهيفكر في التصوير. فاللي هو انت ليه كده يا ابني؟ وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكان معكم ايه بي فيديو. سلام. سبسكرايب يا غنيم.